ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع البيضاوي كما العادة، وكل إعادة فإفادة، باش غنسولهم أشنو رأيهم في اعتقال ديال سعيد ناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي. واش هاد الشيء غيأثر على فريق الوداد البيضاوي؟ لبغيت تعرفوا أشنو قالوا لنا المواطنين وشنو الرأي ديالهم. أجوا معايا بخير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. أشنو رأيك في اعتقال ديال سعيد ناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي؟ سعيد ناصيري صديق ديالي أولا، بعداك أول حاجة ناصيري كبير الشان ديالو وود البلاد ومأصل وإنسان طيب، وإنسان هذوك الناس هما اللي خاصين نماذج للبلاد، خصهم يكونوا هذوك الناس، لأن كان أيادي الخفية اللي كيطيحوا هاد الناس حرام عليهم من هذا الجنوب ديال هادشي اللي طلع السيد هذاك السيد ما ديالوش هاد المنكر هذا. مي اللي بغيت نقول لك أنا الحاجة اللي زوينة في البلاد ديالتنا هو كاين القانون، يعني سعيد الناصيري اسم على مسمى، لا داعي هاد الايادي الخفيه تحطوا عليه. هاد الايادي الخفيه حرام من جنوب الله، لان البلد ديالنا غدار المصير. واش الاعتقال ديالو استاذ واش غياثر على الفريق الوداد البيضاوي؟ هو غادي ياثر على الفريق الودادي، لان هو انسان طيب ومستوى العالي ماديا ومعنويا حارس. حنا بغينا بحال السيد هذا، بغيناه. الانتقادات اللي كينتقدوا هاد السيد كاين حاضر ناظر، ما يعني ماديا ومعنويا. نقول الله يحفظك، الله يكبر بيك. اشنو رايك في اعتقال سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي؟ سعيد الناصيري كيبقى واحد الانسان اللي معروف اللي كلشي كيعرفو، يعني هو الفاجعه اللي طراش بانه عنده يد مع بارون ديال المخدرات، كيبقى واحد خبر مفاجئ لينا كجماهير مغربيه، وهذا الخبر كيبقى واحد الخبر كالصاعق. واش هذا الشيء غياثر على فريق الوداد البيضاوي؟ لانه كي اصلا هو كيمر مرحله فراغ. المشاكل اللي طاريه راه بسبب ديال الاعتقال ديالو، واسباب السلبيه راه ديالو. الاعتقال ديال سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي. في خبار يا خويا، وسمعت هذا البلان اليوم نيت، واش غادي نقول لك؟ انا بيدي تاسفت ليه وتاسفت العائله ديالو وتاسفت الوداد. والله يدير ليه شي تاو هذيك البلاصه، ما نبغيو حتى شي واحد اخويا، فهمتيني؟ خويا ديجا ان فريق الوداد البيضاوي كيدوز في مرحله فراغ، واش هذا الشيء غياثر على الفريق الوداد البيضاوي؟ غادي ياثر عليه اخويا، فهمتي؟ انا راه جاوي ولكن غادي ياثر على الوداد، فهمتي؟ هذه المشكله هذا يزيد ياثر عليه اصلا. الوداد داخله في ازمه وداخله في مشاكل، غادي يزيد المشاكل الوداد اخويا. غيزيد المشاكل واش نقول؟ الله يدير ليه شي تاوين، وهذيك البلاصه ما تبغيش لعدوك اخويا، فهمتيني؟ هذاك السيد كنعرفو انا متواضع، تلاقيت مع انسان مزيان ود الشعب. سعيد الناصيري رئيس وداد ومسؤول بجهه الدار البيضاء الكبرى، نتمنى له يخرج من هذه المحنه بسلام. واش الاعتقال ديالو غياثر على نادي الوداد الرياضي؟ الوداد ما بنياش على شخص، الوداد مبنيه على وداد الامه. انا راني جيت بزياره للدار البيضاء، انا مجده ولكني الوداد انا نشجعها في المسابقات القاريه، في المسابقات اصبات الابطال واصبات الابطال. فريق الوداد ما بنيش على شخص، واي نادي اي نادي ما بنيش على شخص، لان النادي نتاع المدينه. يعني في نظرك انتيا اعتقال ديال سعيد الناصيري ما غياثرش على نادي الوداد؟ ما يمكنش ياثر عليه، يمكن مسائل اداريه، لخاطر كاين نائب، كاين ليه الدار البيضاء. الناصيري ما كانش ناس اكفاء، لان الناس تاع الدار البيضاء تبارك الله عليهم راهم يسيروا الوداد ويسيروا. يعني من خلال كلامك يعني الوداد ما وقفش على سعيد الناصيري كشخص؟ ما يمكنش اي نادي بالمغرب ما يمكنش يوقف على شخص واحد.